تعتبر شركة المحترفون للهوايات من الشركات الرائدة في بعض المجالات المتخصصة مثل مجال النماذج الموجهة عن بعد ومجال التصوير الجوي الذي يخدم قطاعات كثيرة في الدولة، منها القطاع السياحي حيث نظهر من خلال التصوير الجوي المعالم السياحية الموجودة داخل دولة قطر، ونقوم بتغطية الفعاليات والمناسبات الرسمية والدولية التي تقام على أرضها لصالح بعض الجهات مثل وزارة الثقافة والفنون والتراث والهيئة العامة لتنشيط السياحة القطرية وبعض الجهات المتخصصة في مجال السياحة ومجال الدعاية والإعلان، ونهدف من خلال التقنيات المتوفرة إلى إظهار الأماكن السياحية والأماكن الطبيعية في الدولة، ونساهم أيضا بخدماتنا في المجال المدني في مجال الإنشاءات والبناء، حيث يمكننا تصوير المشاريع الهندسية العديدة داخل الدولة بحيث يسهل على المتخصصين تحديد المشاكل والأخطاء الهندسية في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالوسائل العادية، ويمكننا أيضا تحديد مدى كفاءة سير العمل ومدى دقة أنظمة السلامة المتبعة في مراحل المشاريع المختلفة، وكذا يمكننا المساهمة في التخطيط العمراني ورفع المساحات. وفي المجال البيئي لدينا القدرة على المساهمة في تسهيل عمليات البحث والمعاينة للمساهمة في الحفاظ على البيئة الطبيعية، كما نقدم خدماتنا للأجهزة الأمنية حيث نقوم بتوريد بعض المعدات مثل منظومة التصوير الجوي للاستخدامات الأمنية. وفي المجال الرياضي نساهم في تغطية الأحداث الرياضية وسباقات الفروسية والهجن مع العديد من الاتحادات الرياضية في الدولة مثل اتحاد الفروسية ونادي قطر للفروسية واللجنة الأولمبية القطرية، كما نسهم في مشاركة طلاب الجامعات في تنفيذ بعض المشاريع التقنية الخاصة بهم.